يعني لما بنتجول بالحديقة العامة بنلاقي فيها منحوتات بتعبر عن تاريخ، عن ثقافة، عن جمالية وبصمة خاصة للحديقة العامة. خلينا يعني شوي أستاذة نحكي عن أهم المنحوتات الموجودة هنا. والله في منحوتات بس بعيدة شوي، كل واحدة بمطرح. هذا عملنا ملتقى بسنة 2001، 108 فنانين من سوريا، وطلعنا 70 منحوتة وست منحوتات هن بالقصر الضيافي تبع حلب نقون، وفي عنا باتحاد الفنانين التشكيليين بالحديقة كمان في عنا 10 منحوتات، وفي هون منحوتات، وعنا هون هذا تمثال أبي فراس الحمداني. نعم، هذا رمز لمدينة حلب للفنان المرحوم جاك وردي، عمره فوق 60 سنة. المنحوتة نعم لها أيام يعني قديمة كتير. ايه، وفي تمثال للمحترف، في تمثال للفنان وحيد اسطنبولي، في عنا هون في منحوتات من كل المحافظات موجودة. طيب خلينا نحكي شوي، حضرتك نحات أيضا، هل شاركت ببصمة خاصة بمنحوتات خاصة فيك وعرضتهم بالحديقة العامة؟ والله عرضناهم هون بس وقت اللي اجوا اقتنوا للقصر الضيافي تبع حلب، كانت مميزة معك. الي الي لك اقتنوا 6 منحوتات. شو هن كانوا أهم منحوتات؟ كانوا في الأستاذ أطرميز والأستاذ عبد الرحمن موقت للفنان وصلاح حافظ، وأنا وفي واحد من اللاذقية كمان بعجانه كمان أحلى نحات، كمان كانت الحورية من البحر وكذا عروس، وحطوها بالحديقة تبع قصر الضيافة تبع حلب. يعني أنتوا جامعين كل الرموز كنحاتين، كان في رموز معينة خاصة بالحديقة، تفضل خلينا نمشي شوي، كان في رموز عامة خاصة بالحديقة العامة كونها حديقة من أكبر حدائق الشرق الأوسط ومهمة، ومثل ما قلنا إنه عند المدخل بنلاقي طبعا تمثال أبو فراس الحمداني اللي هو بيعبر عن تاريخ حلب أيضا. نحن لو كل سنة كان يصير عندنا ملتقيات كان ما عملنا غير هالملتقى من 20 سنة، بسنة واحدة طلعنا 70 منحوتة، لو كل سنة كنا عبينا كل حدائق حلب وكل ساحاتها. في فكرة لكل الحدائق يكون فيها منحوتة؟ إن شاء الله لك، بس بقول ليتحسن الوضع، والله منيح الحمد لله هاي السنة الرابعة تحررت حلب ورجعت، وعنا بساحة تمثال الشهداء لعبد الرحمن موقت بساحة سعد الله الجابري كمان من أجمل المنحوتات، وتمثال الباسل على الحصان كمان من برونز 13 طون، 7 طونات فيه برونز و5 طونات حديد بغرب حلب. طيب انت كنحات اليوم شو بتحس الحديقة العامة لازم يكون فيها منحوتة معينة وحابب انت تصنعها؟ المنحوتات الموجودة بدهم قواعد، لازم يعني الحديقة يحطوا لهم قواعد ويدخل الفنان يعطي للأطفال بالألعاب، يكون يعطيهم جمالية أكوس، لأنه ينحط منحوتات مشان يغرس الفن في بالاطفال الصغار لحتى نعلمهم وكذا، مو تاريخ وثقافه وحتى فن كمان. الله، نحن الثقافه هي بتقضي على التخلف اللي صار بهالبلد، يعني الحمد لله نحن بنشكر مديريه الثقافه بحلب واتحاد الفنانين التشكيليين بحلب كمان، وعمال بساعدونا وعم ننحط. انا بهلق 9 سنوات شغل 150 منحوتة فيهم جمالية الخط العربي، 99 منحوتة لأسماء الله الحسنى جاهزة، والله بالنسبة لهدول المنحوتات تحبي نتفرج عليهم كمان نشوفونها؟ خلينا نشوف المنحوتات اللي موجودين أيضا يمكن أمامنا، هدول من الخشب ما هيك؟ هدول من خشب، هي كلمة حلب وهذا ريف حلب. كلمة حلب ما بعرف إذا يمكن الكاميرا فيها تاخدها، كلمة حلب على المنحوتة. قرب. ياخذها، إيه، وهي هون فيها ريف حلب. ريف قباب حلب. كان بالصيف يعطي برودة، بالشتاء يعطي دفى. هاي المدينة القديمة وأبواب حلب ودور مدرتها وتراث حلب. نعم. هذيك كلمة الحق من أسماء الله الحسنى. حلو. كمان. موجودين هون بالحديقة. نعم هذول موجودين؟ لا هذول جبتهم اليوم لانهم هذول
بنشلون بدهم اكبر ان شاء الله. بدك تمكينهم بقواعد مشان حمايتهم ايضا. نعم، لذلك نحن بنرجى من كل ساحات حلب يرجع يكون فيها منحوتات لمجلس المدينة ومجلس المحافظة، وهالأفكار هي كلها تتجسد لمنحوتات كويسة مشان الناس الناظرين يكيفوا عليها. لكن هيك كلمة أخيرة بتحب توجهها لحتى هيك كل أهالي حلب يحافظوا أيضا على هالمنحوتات. نعم، لذلك نحن مريد يكون نحن بالحديقة أنا وياك نشوف شوي هيك يكون هلا ليش المنحوتة؟ المنحوتة هي مشان الواحد يجي يكون شو قد ما كان مزعوج كذا بتلاقيه برتاح نفسيا، والحديقة هي متنفس لهالناس هي بهيك ظروف اللي عدت علينا، والحمد لله البلد تحسنت هالاربع سنوات التحرير اللي تحررت هلا، وشكرا ويعطيك العافيه. اكيد يعني نحن بنتمنى كمان من العالم اللي هن موجودين وعم بيزوروا الحديقه العامه يكون عندهم هذا الوعي للحفاظ على النظافه، على المنحوتات، على حتى عم نشوف يمكن حتى الشجر منظم مرتب مشذب، يعني هذا الشيء كمان كثير مهم. انت اليوم لاولادك لما تفوت على الحديقه العامه احساسك عم كونك يعني من المشاركين بتزيينها وجماليتها كمان. اهم شيء هو النظافه، والنظافه من الايمان. لذلك اللي بده يجي سلات مهملات موجودة كل 10 أمتار، انتبهي اللي يصورهم كمان، ولازم كل واحد يدير باله على أولاده على أطفاله، وفي عندهم ملاعب للأطفال كمان. كنت تجيب الأولاد تجي كل فترة كل قد ايه كنتوا تجي؟ نعم. تقليد بحلب زيارة الحديقة العامة شو هو؟ والله مو بس حديقة عامة، في عنا نحن 65 حديقة في مدينة حلب. الحديقة هي لها طابع خاص انه من اكبر اكبر حديقة في سوريا. صحيح. ما في اكبر منها. تجيبهم تعرفهم تشرح لهم على المنحوتات تقول لهم؟ نعم، لك ما كان في غير منحوتي، هلا صاروا في بيجي هنا بيجي 20 منحوتي 30 منحوتي في موجود. الحمد. كم منحوتة تقريبا هلا في بالحديقة؟ في بيجي 30 منحوتي تقريبا 30، وبدكم تزيدون لسه؟ اذا صار ملتقى، اذا ما صار ملتقى ما حدا. لازم يكون في ملتقى للنحاتين حتى يتم تزويد الحديقه العامه. الحديقه هن المجلس المدينه ما عم بيطلب مننا، يعني لو يطلب المجلس المدينه من 20 سنه لهلا هلا بنطلب على التلفزيون انه ان شاء الله هيك تنظيم ملتقى للنحاتين لحتى فعلا تتزين هي طبعا الحديقه الجميله. خلينا هيك يعني عم ندردش، مبسوطين فيك يا عم، تحكي لنا انت كذكرياتك بالحديقه العامه كيف كانت، كيف كان المشهد قبل الانتصار والتحرير وهلا بعدها؟ والله كانت قبل الحمد لله تسهر هون للصبح الناس، الساعة 3 الحرمة كانت تمشي بالشوارع كذا، ما كان تخاف حالها، وكانت المدينة بكل ريعها قبل 2009 و2010 ايه بعدها. بس هلا بركي ان شاء الله بسنة 2021 بتصير احسن، وبترجع البلد وبترجع الحدائق تسهر للصبح، ما في محل الكراسي كلها مليانة، مو بس هون ومداخل حلب كلها مليانة، كلها ملان. نعم. حاليا كيف الوضع؟ الحمد لله شوي بركي الله بفرجه مشان الكهرباء اهم. هلا عم بيقولوا انه في مشروع الطاقه الشمسيه كان بقطعوا 12 ساعه علينا الكهرباء، حرام. هلا عم بيقولوا في مشروع الطاقه الشمسيه لاضاءه الحدائق، خاصه الحدائق والحديقه العامه لتضل بألقها وجمالها. في عندك تمني خاص بالنسبه لانه يكون في منحوتات مهمه؟ في عندك شخصيات حابه تكون موجوده بالحديقه العامه؟ ان شاء الله بقى نحن ان شاء الله يرجعوا من برا البلد وتتحسن الامور، وان شاء الله نحن منا دعم من مجلس المدينة لساحاتها ولكذا ويعملوا لنا. في شخصية معينة أنت بتحب تشوفها غير مثلا أبو فراس الحمداني؟ من شخصيات حلب يعني المؤثرين. المؤثرين في عندك المرحوم وحي اسطنبولي، بس اللي طيبين الفنان عبد الرحمن موقت، نحات بكري بساطة، بشار برازي، ايه في النحاتين الموجودين بحلب ان شاء الله عم بيعطوا. انت انو هيك شخصي سنة. انا
شنو شخصية أنت بتحب تنحت؟ والله أنا حاليا مختص بالحرف، جمالية الحرف العربي وخطوطه بالنحت، وعملت 99 اسم تبع أسماء الله الحسنى، وعمال بشتغل عن الزخرفة وتراث المدينة القديمة نرجعها. والحمد لله شوي اشتغلت، لأنه المنحوتة والخشب، الخشب روح. نعم. عمال بيعطيك كتير حلو، خصوصي شجر الزيتون. وانا عندي غرب حلب كنت نيكي، ورحت مشقش الزيتون ونحت منحوتات بهالثلاث اربع ان شاء الله. دائما هيك بتتزين الحديقه العامه باهم المنحوتات والشخصيات الثقافيه والتاريخيه الحلبيه. شكرا لك يا عم على وجودك معنا.